حرصا واهتماما من قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب وبرعاية من محافظ المحافظة اللواء السلطان بن علي العرادة، أقامت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات هود فريق إقليم سبأ الدورة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي من مراكز الشرطة حول الإجراءات القانونية في مرحلة جمع الاستدلالات. الدورة تتمحور في 4 مواضيع: قانونية وأخلاقية وأمنية ومهنية. حقيقة هذه الدورة تتمحور في 4 مواضيع رئيسية، الذي هو جانب التعامل الأخلاقي الأول، ثم الجانب القانوني، ثم التعرف أو التعامل مع القدرات القانونية أيضا، ثم جمع الاستدلالات والتقارير النهائية. هذه الدورة تعد خطوة من الخطوات المهمة جدا في رجل الشرطة، كونه يتعامل اولا مع قدراته العلميه الموجوده، ثم بعد ذلك قدرات الاخرين. الدوره تستمر لمده 4 ايام، يتلقى فيها الجنود المشاركون صنوفا من المعلومات حول جمع الاستدلالات بعد عمليه الضبط القضائي. وقد اشاد الجنود المتدربون بمثل هذه الدورات التي تعمل على ايجاد رجل الامن الذي يتعامل مع المواطنين وفقا للوائح النظام والقانون. نشكر منظمة هود على إقامة هذه الدورة برعاية اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام القيادة السياسية في إقليم سبأ ببناء دولة النظام والقانون. نحن نريد أن نبني دولة نظام وقانون. يذكر أن هذه الدورة التي تقيمها منظمة هود ليست الأولى، فقد سبق أن أقامت دورات عدة في المجال الأمني وبدعم من السلطة المحلية، وهو ما ينم على سعي القيادة السياسية والمنظمات المدنية في المحافظة في صقل مهارات رجال الأمن وتدريبهم.